السلام عليكم. عام على تأسيس رابطة أمهات المختطفين، الرابطة التي بدأت نشاطها منتصف إبريل من العام الماضي على أبواب سجون الجماعة الإنقلابية في صنعاء. الرابطة نظمت وقفات احتجاجية أسبوعية للمطالبة بإطلاق سراح ذويهن في سجون جماعة الحوثي والمخلوع، التي يقبع خلف قضبانها أكثر من 3000 مختطف موزعين في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتهم. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف هنا للحديث عن أهم النشاطات التي تقوم بها رابطة أمهات المختطفين، وكيف تتعامل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية مع المطالب المتكررة للإفراج عن المختطفين في سجون الميليشيات. إذن ما تزال رابطة أمهات المختطفين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى تطالب بالإفراج عن ذويهن. مختطفون لم توجه لهم أي تهم قانونية، ولم تكن إجراءات ضبطهم وفق نظام، بل تم اقتيادهم من قبل مسلحي الجماعة دون مصوغ أو سبب واضح، وأمام صمت حقوقي غير مبرر من قبل العديد من المنظمات الدولية. لم يكن أمام الأمهات إلا الخروج بمفردهن لإيقاف سلسلة الانتهاكات تلك. نتابع هذا التقرير مشاهدينا، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بين وقفات احتجاجية ونشاط يومي لم يتوقف، ما تزال أمهات المختطفين في انتظار الإفراج عن أبنائهن. عام من النضال السلمي، وعام من تشكيل الرابطة التي مثلت الصوت الأول لمناهضة انتهاكات الميليشيا في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى. وأمام صمت حقوقي كبير وانتهاكات تطال العشرات كل يوم في السجون، وصلت إلى مستوى التعذيب أحيانا وإلى التصفية الجسدية أحيانا أخرى، ما تزال هذه الرابطة تمثل النافذة الوحيدة لرفض جميع الانتهاكات. إدانة الجرائم بحق المختطفين في السجون وإحالة القائمين بالاختطاف إلى المحاكمة الدولية كانت من أهم المطالبات التي رفعتها الرابطة منذ تأسيسها. وفي الوقت الذي ظهرت فيه جماعات تستغل الظروف النفسية والمعنوية التي يمر بها أهالي المختطفين والمخفيين قسرا في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، من خلال طلب مبالغ مالية باهظة مقابل الإفراج عن أبنائهم، جاء تحرك رابطة أمهات المختطفين كضرورة حتمية للحد من حملات الاحتيال تلك. غياب النشاط الحقوقي وتغييب فاعلية أدواته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين جعلت الرابطة تتحرك في أكثر من اتجاه، علها تجد طريقا تستطيع من خلالها الإفراج عن أبنائها منذ أكثر من عامين. الرابطة التي توزع نشاطها وفروعها في أكثر من محافظة يمنية أطلقت تقريرا جديدا طالبت فيه المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرا، وإلزامهم بالتوقف عن الاختطافات والإخفاء القسري للمدنيين. فيما أكدت في تقرير حمل اسم أمهات أمام أبواب السجون استمرارها في نشاطها الأسبوعي للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين. ما تزال أمهات المختطفين تمثل النافذة الوحيدة لمناهضة حملات الاختطاف والإخفاء القسري التي يقوم بها تحالف الانقلاب بحق العشرات يوميا، وأمام وقائع قمع متكررة مشاهدها ومتعددة أدواتها، تبقى رابطة أمهات المختطفين بمثابة قبس النور المتبقي لمناهضة كل هذه الانتهاكات. نبدأ النقاش وينضم إلينا من صنعاء أم محمد، عضو رابطة أمهات المختطفين. مرحبا بك يا أم محمد. أهلا بك يا أم محمد. يعني مرت سنة على تأسيس الرابطة التي عرفت بنشاطها الأسبوعي في أكثر من محافظة للمطالبة بالإفراج عن المختطفين، ما هو جديد نشاطكم اليوم؟ في الحقيقة وفي البداية أنا أهني كل عضوات الرابطة، أمهات وزوجات وبنات، بمناسبة هذه الذكرى، وأقول ما أقوله لكم في شأن النشاط. أننا ماضيات حتى الإفراج الكامل عن جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا. نوع النشاط الذي سنستخدمه هذا متروك لما ستشاهدونه. المهم أن يعلم الجميع أننا لم نترك أبنائنا ضحية للانتهاكات داخل السجون، ولن نسمح نهائيا أن يصبح إنسانا مدنيا مواطنا يمنيا بريئا في مهب الريح ضمن ابتزازات سياسية أو مماحكات وصراعات.
المفترض بنا لسنا فقط كأمهات، المفترض باليمنيين جميعا أن يسعوا للحفاظ على حرية وكرامة اليمني أيا ما يكون اسمه أو صفته. نعم. فالأنشطة مسموح لنا جميعها بكافة أنواعها ما دامت سلمية وتحفظ للإنسان اليمني حقه. نعم، هنا أم محمد أيضا يعني خرجتم مسيرات كثيرة على مدار عام وتعرضتم لمضايقات واعتداءات، يعني هل لديكم أدوات أخرى غير تنظيم الوقفات الاحتجاجية في يعني في سبيل الإفراج عن هؤلاء المعتقلين؟ في الحقيقة نحن لا نتحرك باتجاه الوقفات فقط. نعم. أريد أن أعطيكم فكرة، الرابطة هي لا تؤدي عملا حقوقيا بحتا، الرابطة في الحقيقة هي روح الأم. الأم تتجه في كل الاتجاهات، إذا استمعتم إلى حديث أم واحدة فقط، نعم، كيف استطاعت الوصول إلى مكان ابنها لوقفتم عاجزين أمام نضالها، كيف تبحث في كل المسارات. نحن في الحقيقة لم نتوقف على موضوع الوقفات رغم إيماننا وقناعتنا أن الوقفات صوت مرتفع بإمكانه أن يصل إلى الداخل والخارج. نحن توجهنا برسائل إلى سائر الشخصيات، الشخصيات التي تنتمي إلى سلطة الأمر الواقع أو الشخصيات التي تنتمي إلى الشرعية، الشخصيات الدولية الاعتبارية أو الشخصيات المحلية. توجهنا في اتجاه الوساطات، الوجاهات، توجهنا في اتجاه العوام من اليمنيين لقناعتنا أن هؤلاء هم من يصنعون الحقيقة. ماذا وجدتم أم محمد بالتحديد مع الشخصيات التي تحدثت عنها والتي تتبع سلطة الأمر الواقع وهي الميليشيات حاليا؟ بالنسبة لل يعني ما يمكن أن أصف به، يعني تواصلنا مع سلطة الأمر الواقع كان دائما يتعرض لحاجز أو جدار من الصد، تستطيع أن تسميه أسلوبا للمراوغة. كثيرا من المرات نجد ما يعني وعودا بالإفراج أو وعودا على أقل تقدير بضمان سلامة المختطفين، لأن هناك مختطفين معرضون للموت فعلا. نعم. بسبب الإهمال الصحي، ونحن تقدمنا إلى وساطات سواء حوثية أو وساطات من كافة الأطراف والمنظمات اليمنية والشخصيات الاعتبارية في اليمن لإنقاذ هؤلاء الناس، لأننا نموت معهم. نعم. لا تستطيع أم أن تقف أمام باب الزنزانة لترى ابنها مغميا عليه أو تراه غير قادر على الحركة، متعطل يده اليسرى وقدمه اليسرى. نعم. لا تستطيع أن تستمع زوجة إلى زوجها يقول لها أنه خلال عام كامل لم يرى الشمس إلا مرة واحدة. نعم. كيف تستطيع أن تتحمل؟ لكننا وجدنا جدار صد عجيب اسمه المراوغة، أشبه بالتمويه، أشبه بالسراب، اليوم غدا بعد غد، ولكن لا نصل إلى حل. هذا نعم. ما تفعله معنا سلطة الأمر الواقع، وأنا أقول لها الآن ما الذي تفعليه اتجاه يمني؟ إذا نعم. كنت تعتبرين كل ما تقومين به عبارة عن دفاع عن حق اليمني، أنت تنتهكين حق اليمني وكرامته وتمتهنين هذا الإنسان بشيء من الابتزاز لا نتحمله نحن. نعم، أم محمد حدثتنا في قبل لحظات أن هناك معاناة تواجهها الأم في سبيل معرفة مكان تواجد ابنها والوصول لمعلومات تدلل على حالته، يعني صفي لنا هذا الوضع. في الحقيقة بداية معنا 160 مخفي قسرا، هؤلاء إلى اليوم لا نعرف مكانهم. نعم. هل هم أحياء؟ أم هم أصبحوا، ولا أريد أن نقول هذه الكلمة لأني أخشى أن الأمهات يستمعن لي. نتمنى أن يكونوا أحياء فقط. أتمنى، هذه أمنيتنا، هذا ما نبحث عن، هذا نضالنا الوصول إليهم. نعم. أحياء. بالنسبة للآخرين فالفترات تختلف، يحصل نوع من الابتزاز النفسي غير الابتزاز المالي الذي تحدث عنه تقريركم، ابتزاز نفسي في عدم قبول منع الزيارات حسب أمزجة مسؤولية السجن أو العبث بالمواد التي تعطيها الأمهات لأبنائهن، مواد غذائية كأطعمة يقوم بالعبث بها، حتى سيدة من السيدات تقول الشعير العصير الشعير الذي أعطيته يسكبه على الكيس الحراري بطريقة مقززة، قالت فكرت كيف سيشرب زوجي هذا الشيء، فقلت له لو سمحت يا أخي خلاص ارميه، لم يعد له قيمة. نعم. كل شيء يعني
يعني يتم فيه استفزاز مشاعر الأم. الآن يقال للأمهات في رمضان لن تستطيعن الوصول إلى أبنائكن فتمنع الزيارة، ماذا يعني ذلك؟ الأم حتى تصل إلى ابنها تتعرض لمجموعة من الانتهاكات النفسية الحادة غير الابتزاز المالي، فهي تتراه فترات ثم تحرم منه فترات أخرى. إحدى الأمهات قابلتها قبل يومين، حدثتها عن ابنها، سألتها كيف حاله؟ قالت أنا ألم أحدثك قبل شهر أنه تم إخفاؤه وتوقعنا أنه سيفرج عنه لأنه أعطي له أوراق على أساس أنها للإفراج، انظر بس يعني طريقة التعامل. فقلت لها وبعدين؟ قالت أظهر الآن مرة أخرى بعد أن عذبوه وعرضوه لتحقيق جديد. لما كل ذلك؟ ما الذي صنعته الأم لتفعلوا بها ذلك؟ هل يداس قلب الأم؟ الأم أمك كما هي أم هذا المختطف. نعم، إذا تتعرض لكل هذه الانتهاكات. نعم، سأكمل معك أم محمد، ابقي معي. سينضم إلينا الآن من القاهرة نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور أخي العزيز، شكرا لكم ولقناتكم الكريمة. أهلا بك سيد نبيل. يعني بداية، إذا ما تحدثنا عن ملف المختطفين اليوم ومع مرور يعني أكثر من عامين وهم في سجون الميليشيا، كيف تتعامل الحكومة مع ملف المختطفين خصوصا مع وجود موجة انتقادات لها بعدم وضع قضيتهم في مهام أولوياتها؟ أخي العزيز، نحن في الوزارة تعلم أننا عملنا لفترة طويلة خارج أرض الوطن، ثم الآن بدأنا بالعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وبدأنا بعملية إعداد التقارير الحقوقية التي تقدمنا بتقرير مفصل حول القضايا الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها قضية المعتقلين والمحتجزين والمخفيين قصراً. قد تقدمنا بهذا الملف إلى الأمم المتحدة في الشهر الماضي، إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. قد تحدثنا في هذا الملف وتقدمنا فيه بأنه في خلال عامين ونصف التي هي فترة هذا الطغيان الغاشم من قبل هذه الميليشيات الانقلابية، وصل عدد المعتقلين والمحتجزين والمخفيين قصرا إلى خلال الفترة الماضية إلى قرابة 17 ألف حالة، منها حالات تقريبا هناك 73 حالة ماتت تحت التعذيب. أمام هذا الوضع المخيف، والذي طبعا ما تحدثت عنه أختنا الكريمة هو غيظ من فيض، وربما هي لا تريد أن تنقل كثير من الاستفزازات التي تقوم بها هذه الميليشيات ضد هذه الأمهات وهذه الزوجات التي يقفن بالساعات ويتعرضن ليس فقط للإيذاء اللفظي، ولكن يتعرضن للضرب والإهانة والشتائم وغيرها من الأشياء التي يعني لا يتوقعها بشر. نحن اليوم على سبيل المثال، اليوم في القاهرة أقمنا ندوة مع المنظمة العربية، يعني حضرنا ندوة مع في إطار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتم الحديث فيها باستفاضة كبيرة حول قضايا المعتقلين في اليمن. نحن الآن ما زلنا نرصد أكثر من 6000 معتقل في سجون هؤلاء، الذين لم يستخدموا فقط السجون الرسمية للدولة، ولكن أيضا سخروا قرابة 420 منشأة، يعني مرفق حكومي وبيوت خاصة باستخدامها كمعتقلات. سيد نبيل، لكن يعني هذه المنظمات التي التقيتم بها ووجهتم لها ورفعتم تقارير، يعني هل من تحرك فعلي ملموس فيما يخص قضية المعتقلين من قبل هذه المنظمات حتى الآن؟ نحن في هذا الشأن بالذات ركزنا على الصليب الأحمر الدولي، ويعني هم وعدوا بأن يبذلوا مجهود أكبر للوصول للمعتقلين وإيصال رسائل آدويهم وأهاليهم إليهم، لكن نحن أيضا في نفس الوقت نعيش مأساة أن هذه الجماعات جماعات لا تعي شيء اسمه حقوق إنسان، ولا تعي حريات، ولا تعي أي جانب إنساني. هي تقوم بأشد الممارسات التي يصعب وصفها كما قلت، يعني في قضايا التعذيب هناك يعني استخدام لكل أنواع التعذيب الجسدي الذي
يعني بلغت عملية المبالغة في هذا التعذيب إلى الحد الذي عندما تقوم بعملية تشريح لأي جثة من جثث الأشخاص الذين تم تعذيبهم ترصد فيها أكثر من 200 و300 إصابة. نعم أستاذ نبيل، أيضا يعني البعض يتساءل عن يعني ما هو سبب عدم قيام الحكومة يعني حتى الآن بتشكيل فريق حقوقي يعمل بشكل مهني للمساهمة في حل قضية المختطفين؟ يعني هناك فريق محدد للعمل في هذه القضية؟ لا، هناك حاليا يعني تشكل وفد في سويسرا، والتقينا أيضا، ذهبنا إلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا. نعم. ذهبنا إلى أكثر من دولة أوروبية لتقديم التقارير الحقوقية ولمناشدة كل المنظمات الدولية لأن تتعاون معنا للوصول إلى هؤلاء في إطار المناطق غير المحررة والتي ما زالت تحت أيدي هذه الميليشيات، بحيث يستطيعون على الأقل أولا عملية الوصول إلى لمعرفة حالة هؤلاء المعتقلين. نعم. ثانيا العمل على إخراجهم أو الإفراج عنهم. نعم. هذا ما نسعى إليه بكل ما نملك من جهد في هذه الفترة. نعد أننا لن نقصر في عملية التواصل الدولي والإقليمي، لكن تظل في الأخير طالما ظلت هذه السطوة لهذه الميليشيات في المناطق غير المحررة ستظل كل هذه المآسي قائمة. أملنا الوحيد هو في ساعة تحرير هذه الأراضي التي ما زالت في أيدي هذه الميليشيات، بحيث ينعم الجميع بالأمن والسلام ويعود لليمن وضعه الطبيعي والوضع الآمن إن شاء الله. نعم، سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، نشكرك على الإيضاح وشكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا السابق أم محمد. يعني أم محمد، مسيراتكم وأيضا الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الرابطة باتت شبه يومية، يعني هل يعني صفي لنا كيف تتعامل هذه الميليشيا مع المطالبات اليومية التي ترفعونها؟ في الحقيقة يعني من الأشياء اللي نستطيع أن نلفت الانتباه إليها بضرورة الوقفات، أن الوقفات استطاعت أن تصنع نوع من التعريف المهم جدا بقضية المختطفين. كان المختطفون تحت الظلام في الحقيقة، حيث لا يرون الشمس فعلا، ولا أننا نشرق عليهم بإمدادنا ومعاوناتنا ومساهماتنا. نعم. فالوقفات استطاعت أن توصل هذه المعاناة إلى الخارج، وبطريقة أو بأخرى صنعت نوعا من الضغط. بعض الحقوق استطعنا انتزاعها، لكن لأننا أمام سلطة الواقع التي في الحقيقة تمارس أو تستند على المزاجية في التعامل مع القضايا باختلافها، في الحقيقة نحصل على الحق لمدة أسبوع، إذا توقفنا عن المطالبة عنه يسقطون هذا الحق، وهكذا. لذلك وقفاتنا ضرورة أن تستمر، واستمرارنا مهما عانينا فيها ضروري لإنقاذ هؤلاء وانتزاع بعض حقوقهم في ضمان سلامتهم، سلامة جزئية، وحصولهم على بعض الحقوق القليلة جدا مثل الزيارات أو رؤية الشمس أو توقف عملية الإخفاء أو الحصول على بعض المستلزمات الخاصة بهم. نعم. في الحقيقة حتى قانون العفو العام الذي أصدروه، رغم قناعتنا أن أبناءنا ليسوا بحاجة إلى العفو، أن سلطة الواقع هي بحاجة إلى عفو أبنائنا عنها، لكن رغم ذلك أيضا تعاملنا بإيجابية للوصول إلى حل إلى هذا القانون، لكننا تفاجأنا أيضا بالمزاجية في هذا القانون. فالوقفات أصبحت بالنسبة لنا ضرورة. لكن أم محمد، ألا تتعرضون لمضايقات أو اعتداءات؟ بلى نتعرض. في الحقيقة تستطيع الرابطة قالت في التقرير، هي دائمة أم يعني تحصل في بعض الأوقات؟ حتى شهر ديسمبر نحن 40 وقفة تقريبا، إلى شهر مارس 61 وقفة. خلال هذه الفترات لم نستطع أن نكون آمنات في كل الوقفات بنسبة 99%. نعم. إما أننا نتعرض للاعتداء المباشر فيما عدد 12 اعتداء مباشرا في 61 وقفة، يعني إلى شهر مارس،
12 اعتداء مباشرا، يعني فيه تعرضنا للضرب وانتزاع اللافتات وملاحقاتنا. أول اعتداء الذي يأتي سبحان الله العظيم نعتبره نوعا من الله تعالى يحفظ فيه وجه اليمنيين، لأنه كثيرا ما خذلنا اليمنيون للأسف الشديد، وافتقدناهم كثيرا ما افتقدناهم، يعني إما أنهم يدركون الوقفة بعد انتهائها فأتي المجاميع المسلحة على مجموعة من السيدات. أنا دائما أقول للمسلحين أنا في مقام أمك، أنا في مقام أمك، هل تسمح لأحد أن تمتد يده إلى أمك؟ في الحقيقة يعني بعض المرات أحد هؤلاء المسلحين قال لا أمي ولا حاجة، يعني في الحقيقة يصنعون نوع من الاستفزاز حتى لمشاعر اليمنيين عموما. فنحن تعرضنا للاعتداءات وما زلنا نتعرض للاعتداءات والتهديد، وآخر وقفة في عند الأمن السياسي عندما لاحقونا تعرضنا أيضا للتهديد بأننا لابد يوما سنسجن. من سيسجن أمك؟ من سيسجن أختك؟ من سيسجن زوجتك؟ هذه في هذه الحالة أنت تكون انتهكت والآخرون انتهكوا في حقك إن فعلوا ذلك. نعم. فأنا أمك وأنا أختك وأنا ابنتك وأنا قريبتك، فالمفترض عرضي ومكانتي وكرامتي هي جزء من مكانتك وعرضك وكرامتك. نعم. فنحن لن نقبل لأحد أن يمس كرامتك وكرامة أهلك، وأنت بالتأكيد لابد أن لا تسمح لأحد أن يمس كرامتي وكرامة أقارب المختطفين وقريبات المختطفين عموما. بالفعل أم محمد، إذا ما تحدثنا عن حجم التواصل والتنسيق مع المنظمات الدولية للضغط من أجل الإفراج عن ذويكم، يعني ماذا قمتم في هذا الاتجاه؟ في الحقيقة يا أخي العزيز يعني نحن عانينا خلال هذا العام للتواصل مع المنظمات الغير موجودة في اليمن، يعني فعلا عانينا كثيرا لم نستطع الوصول إليها. نشعر أن المنظمات عبارة عن دهاليز، هذه الدهاليز السير فيها يحتاج لخبراء ومتمكنون، ونحن في الحقيقة ربات بيوت، خرجنا من بيوتنا لأجل أبنائنا وأقاربنا. لا. استندنا على كثير من الحقوقيين المتضامنين معنا ليرشدونا إلى الاتجاه الصحيح، وقف معهم الكثير منهم، نشكر لهم ذلك، ولا يمكن أن نقول أنهم لم يقفوا معنا، لكنه كان شاقا. أما المنظمات الموجودة داخل اليمن فنحن دائمي التواصل معها. الصليب الأحمر، وأنا أقول للأخ وزير وكيل الوزارة، نحن متواصلون معه باستمرار. المفوضية السامية، نحن متواصلون معها باستمرار. لكن السؤال الذي وجهته للمفوضية السامية، هل ستقومين بعملية التوثيق كما تفعل هذه المنظمات الصغرى؟ لا. تقومين بعملية التوثيق فقط؟ من الذي سينتزع لي الحق؟ إذا كنت تريدين التوثيق فقط فأنا مستعدة، أنا أحد المتضررين، أنا ضحية من ضحايا هذا الانتهاك العميق الذي يصل إلى حياة قريبي، أنا مستعدة أن آتي إليك بالتوثيق أمامك وعلى مكتبك، لكن استنتزعي لي الحق. هل تصدق أنني إلى الآن شهرين أحاول انتزاع حق مختطف واحد لإجراء عملية يكاد أن يصاب بالفشل الكلوي وغير قادر على انتزاع هذا الحق؟ نعم. كل يوم وأنا ذاهبة إلى المنظمات وأراسلها ويقولون لي غدا وبعد غد وسنرى وسنلاحظ ونحن علينا ضغوط. إذا كان عليكم ضغوط فلما تحملتم هذا العبء الكبير المسمى حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان يعني أنك ستبذل حياتك لانتزاع هذا الحق لأجل هذا الإنسان. نعم. في الحقيقة هذا هو الذي وجدنا، مجرد تعاطف. نحن أيضا التقينا بولد الشيخ وتحدثنا إليه، راسلناه ونراسله مرارا ونحدثه مرارا ونقول لا، نرجوك ألا تكون وسيطا ولا تجعل حياة أبنائنا وحرياتهم مسارا سياسيا أو في خدمة السياسة. ووعدنا أن السياسة هي من ستخدم المختطفين، وأنه لا يمكن ومستحيل أن يكون حريتهم وحياتهم هي خادمة للسياسة، فالسياسة ستخدمهم فقط. وانتظرنا ومن حينها وحتى الآن لم يحقق أي جديد فيما يخص، ولم يحقق أي جديد فعلا. نعم. ولم يحقق أي جديد، لم يخرج مختطف واحد بسبب منظمة أو الأمم المتحدة، مختطف. نعم. واحد. نعم أم محمد، كان الله في عونكم ونتمنى من الله الإفراج عن هؤلاء المختطفين لدى هذه الميليشيا الإجرامية. أشكرك أم محمد، كنت معنا من صنعاء، عضو رابطة أمهات المختطفين. مشاهدينا، سينضم إلينا الآن المنتعز المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي. سيد توفيق، مساء الخير. يا مساء الأنوار.
أهلا بك سيد توفيق. حديثنا اليوم حول قضية المختطفين في يعني لدى ميليشيا الانقلاب. سيد توفيق، يعني إذا ما تحدثنا عن المنظمات، كيف تقيم عمل المنظمات الحقوقية الدولية فيما يخص هذا الملف؟ أولا، ملف الاعتقالات والاختفاء القسري في اليمن والاختطافات ملف لم يعطى حقه الكامل بالمتابعة والاهتمام سواء من جهة المنظمات الدولية أو الجهات الرسمية المعنية أو الجهات الحقوقية في الداخل أو الإعلام أو الإعلام بالذات. هذا ملف مستمر ومتتالي، وكل يوم تصل بلاغات عن واقعة اختطافات واعتقالات واختفاء قسري لأشخاص ولناشطين وإعلاميين كانوا أو حقوقيين أو مواطنين عاديين. السجون مكتظة بالمحتجزين والمعتقلين. هناك أكثر من سجن، عشرات السجون أنشئت في المدن وفي المديريات وفي المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي الحوثي وقوات صالح. منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول لا يعلم عنه إلا إذا ما خرج أو كتب لأحد المعتقلين أو المحتجزين أو المخفين قسرا. لكن المنظمات العاملة في مجال الحقوقي، يعني كيف تقيم عمل هذه المنظمات حيال هذه القضية؟ هناك قصور شديد جدا، بل لنقل برود وتجاهل كبير جدا من الجهات المعنية، المنظمات سواء كانت المنظمات الدولية المستقلة أو الهيئات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بهذا الملف أو بهذا النوع من أنواع الانتهاكات الخطير والذي صنف على اعتباره من جرائم التي لا تسقط بالتقاضي. لكن باعتقادك، هل يمكن التعويل على هذه المنظمات في سبيل الضغط على الميليشيا للإفراج عن المعتقلين؟ هناك لا ليس فقط المنظمات، لكن هناك آليات ووسائل دولية معترف بها ومقرر من الهيئات الدولية التي اليمن تعد فيها عضو من عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي هناك لجنة نهضة التعذيب، هناك مجلس حقوق الإنسان، هناك المقرر الخاص بالتعذيب، هناك آليات لم تستخدم لابد أن يتم استخدامها. لكن بالتأكيد نحن نلحظ من واقع الميدان وواقع التواصل مع هذه المنظمات أو مع هذه الآليات أن هناك نوع من التغاضي أو من التباطؤ في عدم ذلك. هناك سجون لم يتم إلى الآن، لا اللجنة الدولية للصليب ولا الأمم المتحدة ولا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن ولا مندوبي من قبل ولد الشيخ ممثل الأمين العام المتحدة. وقد ناقشت هذه القضية في مؤتمر الكويت والمؤتمر التالية، لم نلحظ أن هناك إلزام لمسلحي الحوثي والصالح في الكشف عن السجون أو الإطلاق للمختفين. نعم. عن المختفين قسريا. نعم سيد توفيق، هناك قصور. لكن هذا نعم لكن يعني ما الأسباب التي تجعل هذه القضية بدون حل حقيقي حتى هذه اللحظة؟ أولا، تعنت الطرف وعدم التزامه بما يوعد به وبأحكام القانون الدولي الإنساني وأحكام القانون حقوق الإنسان. نعم. ثانيا، هناك قصور في آليات المتابعة وإيصال هذا الصوت سواء كان في الجانب الحقوقي، سواء كانت وزارة حقوق الإنسان أو المنظمات الوطنية أو الهيئات الوطنية التي تعمل في هذا المجال من أجل إيصال هذا، لأنه يحتاج إلى نشاط دبلوماسي ونشاط إعلامي وإيصال الرسالة وبيانات دقيقة ومعلومات موثقة لكي نضع المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة أو لمجلس حقوق الإنسان أمام الأمر الواقع بأن هذه انتهاكات، وأنتم إما أنكم مشاركون بصمتكم هذا عن استمرار ارتكاب هذه الانتهاكات والتي تتزايد يوما بعد يوم. نعم. في او ان ان اننا صرنا بحاجه الى اعاده العمل على مفهوم جديد واليات جديده ووسائل جديده تخرج العمل الحقوقي والانساني عن العمل السياسي. نعم. الذي صار يتحكم بمواقف هذه الهيئات وهذه المنظمات. نعم، اذا اشكرك المحامي والناشط الحقوقي توفيق الشعبي، كنت معنا من تعز. مشاهدينا، دهمنا الوقت وانتهى موعد الحلقه.
في الختام أشكر ضيوفي كان معي من صنعاء أم محمد عضو رابطة أمهات المختطفين، وأيضا الشكر للسيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان كان معنا من القاهرة، والشكر أيضا للمحامي والناشط الحقوقي توفيق شعبي كان معنا من تعز. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.